بونجور لكل ولادنا طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي في كل مصر. إيه الأخبار؟ ولادنا اللي بيستعدوا لدخول المحاولة الثانية إن شاء الله تكونوا بسيطوا شوية في فرنسي وراجعتوا اللي تقدروا عليه. إحنا النهاردة جايين نعمل فيزون لو بوان، نعمل بيتيت ريفيزيون جينيرال، هنعمل مراجعة عامة هنحاول نلملكوا فيها كل حاجة أنتوا قلقانين في منها. أوكي، فما تقلقوش خالص، على فكرة الفرنسي بسيط وسهل وما فيهوش اي حاجه، مجرد بس ان ايه نفهم نذاكر كم فيرب الدنيا هتبقى زي الفل. داكو دا النهارده هنبدا مع بعض نعمل بتيت ريفيزيون على الجرامير. الجرامير اللي هو النحو. النحو في ناس كتير من ولادي بيبقوا قلقانين، مش عارفين الادوات، بيتلخبطوا في المذكر والمؤنث، مش بيعرفوا امتى يستخدموا الباسيسيف او التونيك اللي انا بقوله ده، الادجكتيف باسيسيف اللي هي صفات الملكيه، اما اي برونون تونيك اللي هي ضمائر التوكيد اللي عايده على الفاعل. ففي ناس كتيره جدا من ولادي بيتلخبطوا، يا مدام مش بنعرف نعمل اختار امتى ما واختار امتى موا. طيب هنتكلم النهارده مع بعض، وهنتكلم كمان امتى الافعال بتبقى مصدر، وهنشوف ايه اللي بيلخبطكم ونحاول نحل اكبر قدر ممكن من الفرازات او الجمل. داكا يلا نبدا مع بعض. بسم الله. الريفيزيون جنرال بتاعتنا النهارده مطلوب فيها ان احنا نركز حلو قوي علشان هنعمل فيزون لو بوان. سي كوا فيزون لو بوان؟ فيزون لو بوان يعني نفتح عينينا حلو قوي ونركز تمام قوي على ايه اللي مطلوب مني. يا ترى مطلوب مني صفه ولا مطلوب مني ضمير؟ طب انا هصرف الفعل ده ولا هحطه في المصدر؟ ففيزون لو بوان احنا جايين نعمل معاكم فيزون لو بوان يعني نركز لكم على اهم النقاط. تعالوا نفتكر مع بعض كلمتين بيلخبطوا ناس كتير قوي، ان كور ولا كور. سي كوا لا ديفيرونس؟ ان كور دي فيها ان، الان دي، الان دي مذكر صح، وكلمه كور وكور البرونسياسيون او النطق بتاعها ثابت. طب ايه الفرق؟ الناس الشاطره عارفه ان الان كنايه عن المذكر صح، طيب ولا عكسها على طول يبقى ده المؤنث. ان كور ولا كور اكيد في فرق، هنا فيها اس ومذكر، هنا لا ومن غير اس. طب ايه الفرق بين الكلمتين؟ اول كلمه بمعنى حصه، انكور يعني حصه. لو جيت انا اعمل جمله فيها انكور هتكلم عن نفسي بانا، جو يعني انا، وطبعا انا عندي ده فيرب افوار يبقى جو انا، وفيرب افوار اللي هي عندي ده تصريف فيرب افوار مع الانا. لو سمحتم الافعال مهمه جدا 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 جدا، وهتريحوا نفسكم قوي لو حفظتوا الافعال من دلوقتي لانها مكمله معاكم تانيه ثانوي وتالته ثانوي طبعا. داكوغ؟ فانا جي عندي كلها ست كور، ست ده العدد، كور لو، لو ده تعريف بيجي بعديها اسم يوم. يعني مثلا عايزه اقول لك انا عندي 7 حصص يوم الاثنين مثلا. طب انتوا فاكرين ايام الاسبوع؟ طب تعالوا نقولهم كده مع بعض. ها، الناس بتنزل المدرسه في مصر بدايه من يوم الحد صح؟ طيب باردون، الحد اسمه ايه؟ تمام، لو ديمانش. بعد كده الاثنين لو لاندي، الثلاث لو ماردي، الاربع لو ميركردي، الخميس لو جودي، وطبعا عندنا اجازه فندردي وسامدي اللي هي جمعه وسبت صح. طيب انا هتكلم على عدد الحصص بتاعي وليكن يوم الحد، لسه قايله حالا الحد اسمه ايه؟ دي مانش. بكتب ازاي دي مانش؟ دي اي بتبقى دي، وبعد كده هكتب مانش لو دي مانش. داكور؟ يبقى جي سيت كور لو ديمانش، انا عندي 7 حصص يوم الحد. طب افرض مش عايزه اقول يوم الحد، عايزه اقول يوم الثلاث، يبقى انا حفظت بقى
يبقى لو ماردي يعني يوم الثلاث، لو كان يوم الخميس يبقى لو جودي. داكور؟ طيب ده بالنسبة لحصة اللي هي ا، اللي هي الكلمة المذكرة، الا قلنا علامة المذكر وبتخلص بالايه؟ بالاس. دي كده كلمة حصة. طب ايه بقى لاكور التانية؟ لاكور هنا يعني الفناء، الحوش. بنعمل ايه في الحوش؟ بنعمل باسي لا ريكرياسيون، بنقضي الفسحة مع صحابنا. يبقى لاكور اللي هو الفناء، او بالعربي بتاعنا بالعامي كلمة الحوش بتاع المدرسة. داكور؟ يبقى لاكور الفناء. طيب ممكن ادخل ده في جملة اقول ايه؟ دون مون ليسي. ليسي اللي هي ايه؟ فاكر؟ دي المدرسة الايه؟ الثانوي بتاعتي. مش انت اولى ثانوي ان شاء الله طالع تانية وهتكمل ان شاء الله تالتة، يبقى المدرسة اللي انت بتقضي فيها الثلاث سنين ثانوي اسمها ليسي. دون هنا حرف الجر فيه، وده مهم قوي، واعرف من دلوقتي ان بعد دون بيجي لي مكان معرف. طبعا الليسي هو المكان. تعريف اللي قبل الليسي ممكن يبقى باللو او بالسو او بالما. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بعد دون لازم يجي لي كلمة او مكان معرف. معرف بقى بأداة تعريف اللي هما لو لا لي، معرف بأداة ملكية زي ماما مون وتون وسون او ماما مي، معرف بأداة إشارة دون سو دون سات. تمام؟ يبقى دون زائد مكان معرف. هنا ما دي هي دي بقى ايه؟ الادجكتيف بوزيتيف اللي هي ضماير او الصفات بتاعت الملكية بتاعتي. ففي مدرستي دون مون ليسي، في المدرسة بتاعتي. كلمة إليا ده كاملة مصطلح. إليا يعني يوجد. يوجد ايه بقى؟ يوجد اون كور. هنا اتفقت، الكور يعني فناء، والفناء ده كلمة مفرد مؤنث. هنا الفناء دكار، اللا دي بتساوي تعريف ألف ولام، اللا دي سويت لي الألف ولام. عايز أقول حوش من غير تعريف، يبقى هحط واحد من اندفيني. اندفيني هنا اللي هما الآن وال ان، فهنا حطيت ايه؟ أنا في مدرستي في حوش واحد بس، يبقى ان كورة. طب أنا مدرستي أكبر، يعني أنت مدرستك صغيرة فيها حوش واحد أو في فناء واحد، أنا مدرستي بلو جروند، مدرستي أكبر، يبقى مثلا هقول ايه؟ أكبر الواحد تبقى اتنين. فاكر الأعداد؟ لو سمحتم راجعوا على الأعداد تاني علشان مهمة جدا، عشان أنا عندي في الأونيتي كاتخ أصلا بتكلم على الفامية، وبتكلم على دو كي سو كومبوستا فامي، مكونة من كام. يبقى أنا هقول له مثلا العيلة بتاعتي مكونة من أربعة من خمسة من ستة وهكذا. داكو؟ فنراجع تاني على الأرقام عشان مهم. الدو دي ده العدد دو اتنين. يبقى دو مون ليسي إليا أون كور، حوش واحد بس أو فناء واحد بس، أو دو كور لو هي كبيرة اتنين حوش أو اتنين فناء. داكور؟ طب دي كانت أول كلمة أو أول كلمتين بيلخبطوكوا، بتقولوا لي يا مدام ده هي دي زي دي بالظبط، دي كور ودي كور، ايه الفرق؟ يا رب نكون عرفنا الفرق وما نتلخبطش ابدا بين ان كور مذكر ولا كور المفرد المؤنث. دكار؟ طب عندي ايه تاني؟ عندي ناس بتتلخبط جدا بين سيكوا وكاسكو سي. سيكوا اللي هو ما هذا، عباره عن ايه ده؟ لما اقول مثلا جو في او CDI pendant la récréation. Je أنا وفي أذهب. و CDI اللي هي إيه CDI؟ دي اتهرست طول السنة، كل الناس قعدت تتكلم على CDI. تعال نفتكر كده مع بعض. CDI ثلاث كلمات اختصار. ها C اختصار كلمة سنتر، صح؟ والدي اختصار كلمة دوكيومنتاسيون. والإي اختصار انفورماسيون. يبقى انا خدت اول حرف واول حرف واول حرف وكتبتهم كبار، ماجسكول. ماجسكول عندي بالفرنسي يعني كابيتال بالانجلش. داكور؟ فالسي اختصار سنتر، دي
documentation الاي information. طب هل انا مطالب او مطالب كتلميذ او كطالب ان انا افهم واحفظ الكلام ده بالظبط؟ انتوا جايبين لي حاجات صعبه علشان اشتغلها خالص على فكره. باردون. كل الفكره ان احنا بنديكوا الكلمات المختصره اللي اصحابكوا في اوروبا وفي فرنسا طبعا بيستخدموها. انت عارف ان انتوا جيل الشباب كله شغال ابريفياسيون، شغال يعني اختصارات، ما بتحبوش تقولوا الكلمه للاخر، تمام؟ وطبعا في امثله كتيره جدا بالانجلش مش عايزين نتطرق ليها لان مش هنخلص. طب في الفرنسي، في الفرنسي الاولاد كمان بداوا يقلدوا اقرانهم في امريكا وفي كل الدول الناطقه باللغه الانجليزيه، هما كمان ما بقوش بيقولوا الكلام كامل، يعني مش هيقول انا عندي اورديناتور اللي هو جهاز حاسب الي او كمبيوتر، هيقول جي ان اوردي، اختصار اورديناتور اوردي، بدل ما يقول لي على ريكرياسيون في الفسحه جو في او سيلف او جو في على بيبليوتيك، ما بقاش في كده، قال لك على ريكري قسمها نص على طول على ريكري جو في او سي دي اي، حلو، او البيبليوتيك بقت بيبليو، تمام، السيلف سيرفيس بقت سيلف. فانت حضرتك محتاج دلوقتي، انتوا جيل التكنولوجيا الحديثه وطبعا عندكم بتعملوا تشات كتير وكل الناس بقت عندها موبايلات حديثه وشبكه الانترنت في كل بيت وبتعمل تشاتنج مع صحاب في كل حته، تمام، يعني اكيد عندك صحاب في المغرب، في الجزائر، في تونس، في لبنان، في فرنسا، في بلجيكا، في كندا. طيب هتتكلم معاهم ازاي لو هما بيختصروا وانت مش فاهم الاختصار ومش مواكب الموضوع؟ هتتصرف ازاي؟ فاحنا بنحاول نخليك تقف على الارض وفاهم هما بيقولوا ايه، وانت كمان تتكلم زيه، زي ما بدأت تختصر بالانجلش كمان تختصر بالفرنسي، بس داكار. وهو ده أهمية تعلم اللغات وربطها بالمواقف الحياتية. انت بتتعلم لغة ليه؟ انت بتتعلم لغة علشان تعرف تعبر عن نفسك بيها، تعرف تتكلم مع حد جديد من يعني من اصحاب اللغه دي وتقول له انا مثلا تعمل برزنتيشن ان انجلش، تعرف تعمل برزنتاسيون ان فرونسي، تعرف تعمل اكسبريس يور سيلف، تعبر عن نفسك، اكسبريم توا، تمام. طيب ده بس كان رد على الناس اللي بتقول ان احنا بنقول لكم حاجات صعبه او كده، فانا يعني بحاول اوصل لكم المعلومه ان احنا بنوصلكم يا جماعه ان انتوا تبقوا بالظبط مساويين لصحابكم او اقرانكم بره، تبقوا فاهمين هما بيقولوا ايه. يبقى السي دي اي ما بقاش حد بيقول سنتر دو دوكيومونتاسيون وانفورماسيون، بقت سي دي اي، داكار. دي بقى كلها العربي بتاعها ايه؟ صاله الوسائط المتعدده. ايه صاله الوسائط المتعدده دي؟ ده المكان اللي انا بدخل فيه لو انا عندي ريشيرش، مسيو طلب مني بحث على مثلا فيكتور هيجو في الفرنسي او حتى ارشميدس عندي في المات في السيونس، ايه مين مخترع البنسلين، اي حاجه انا عايز اتعلم عنها حاجه او اعرف. مسيو سالني في الحصه يا جماعه مين مكتشف البنسلين، يا جماعه عايزه قوانين ارشميدس، كيف فيكتور هيجو، اي حاجه تخص المواد بتاعتي، بدخل السي دي اي صاله الوسائط المتعدده، ادخل على الانترنت وانزل يعني اساله مين ارشميدس، طب عمل ايه، ايه القوانين، مين مخترع البنسلين وسنه كام وحصل ايه، مين فيكتور هيجو وعمل ايه واثر ازاي الادب الفرنسي و الى اخره، تمام. يبقى ده عشان ادخل اعمل ريشيرش سور انترنت، ادخل ادور على شبكه الانترنت على معلومات مهمه. طيب هل بس كده؟ لا، في جزء ترفيهي كمان، يعني لو انا عايز اتفرج على فيلم سواء بوند ديسيني او حتى ان فيلم سوسيال، عادي جدا ممكن استاذن وادخل السي دي اي واتفرج على فيلم انا واصحابي في الوقت الفسحة او في الوقت اللي انا ما عنديش حصص فيه، داكار. طب اعمل ايه تاني؟ ممكن ادخل اسمع ميوزيك في دي في دي، في اجهزة دي في دي جوه السي دي اي. طيب وممكن ايه كمان؟
يعني في اجهزه دي في دي عشان اشوف عليها افلام، وفي اجهزه سي دي عشان اسمع عليها مزيكا، وفي طبعا جراند بيبليوتك، في مكتبه كبيره جدا، وفي كمان مكتبه رقميه، يعني ممكن ادخل اقرا على شبكه الانترنت الكتاب اللي انا عايزه. تمام. فهنا السله بتاعه السي دي اي دي فيها استخدامات كتيره قوي جدا خالص، تخص كل الطلبه وتخص كل حاجه ممكن يعني يستفيدوا بيها في المواد العلميه بتاعتهم. فدي مهمه جدا تبقى موجوده في كل مدرسه وممتعه جدا للشباب اللي هي في سنكم، كل حاجه ممكن تدخل اعملها في السي دي. داكار. طيب لو قال لي ايه اي بي اس من ضمن الاختصارات، لو جودي جي دو كور اي بي اس، ايه الكلام ده؟ ايه الاو والبي والاس؟ تعال ما نشوف. الاو اختصار اديوكاسيون، ومعروف اديوكاسيون يعني تربيه، قريبه جدا بالانجلش. البي فيزيك، يعني هنا رياضيه، والاس كلمه سبورتيف، يبقى حصل ايه؟ يبقى دي تربيه بدنيه او تربيه بدنيه ورياضيه، يعني من الاخر حصه الالعاب. فحصه الالعاب بالاوروبي دلوقتي اسمها او بي اس. تمام. طب ايه الاس في تي ده؟ سي كوا لو اس في تي؟ يعني مثلا هنا الناس كانت بتسال على سي كوا وكاسكو سي. سي كوا يعني ما هذا، وكاسكو سي ما هذا، بس ايه الفرق؟ سي كوا بتيجي اخر الجمله، كاسكو سي ممكن برضو احطها في الاخر او احطها في الاول. بمعنى انا صاحبي على السايبر اسمه ايه؟ سيبر كوبان. طب سيبر كوبان بيتكلم معايا بيقول لي جي دو كور اس في تي لو ماردي، فانا مش فاهم، فبقول له كاسكو تشو، انت عندك ايه؟ هيقول لي اس في تي. طب برضو انا مش فاهم، هقول له سي كوا لو اس في تي، ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه اس في تي؟ هيقول لي اس في تي دي ستو ماتيير، دي ماده، ماده دراسيه الهدف منها ان انا اتعلم سيانس بتاع الفي والتار. سيانس يعني علوم، والفي حياه، والتار اللي هي الارض، يبقى سيانس دو لا في اي دو لا تير، علم الحياه على الارض، يعني مثلا حاجه اعم واشمل من البيولوجي، حاجه تشمل كمان بيولوجي والجيولوجي الاثنين مع بعض، علم الحياه والارض، يعني كل ما يخص الكائنات والنباتات والانسان وتطورهم. دكار. فدي الاس في تي. نتمنى ان انتوا بعد كده ما تتلخبطوش لا في السي دي اي ولا في الاو بي اس ولا في الاس في تي، واهم حاجه نكون عرفنا الفرق بين سيكوا وكاسكو سي. كاسكو سي ما هذا، دكار، وسيكوا ايه ده او ما هذا، بس بتحط اخر الايه؟ اخر الجمله، دكار. طيب تعال نشوف عندنا ايه كمان. دي بقى عامله يعني اسئله، فيها مجموعه اسئله جماعيه من ناس كتير جدا، كتير بتلخبطوا بين النو وبين الام. يا مدام ايه الفرق؟ النو يعني نحن، انتوا علمتونا ان في ضمائر فاعل، انا اسمها جو وانت تشو، هو ال هي ال، صح؟ ومع ال والال اتعلمنا كمان ان في الضمير اون، وقلنا ايه الاون ده؟ قلنا ده ضمير نكره فاعل، عربي اهو، ضمير نكره فاعل، فاعل يعني بيجي اول الكلام. تمام. وهنا ضمير نكره مفرد، فالفعل معاه بيتصرف نفس تصريفه مع الايل. طب هو له معنى؟ احنا سميناه احنا عشان العربي بتاعه كان الانسان، يعني اقول لك الانسان عمل والانسان راح والانسان تقيله، الانسان تقيله، كلمه الانسان مثلا نقول في الربيع يعني الانسان يخرج الى الحدائق، تقيله صعبه. الاسهل ايه؟ في الربيع احنا بنخرج الى الحدائق، بنذهب على شاطئ البحر، بناكل كذا كذا، بنتفسح مع اصحابنا. مين بقى اللي بناكل ومين اللي بنخرج ومين اللي بنتفسح؟ احنا، فمشيناها احنا بالعاميه. ذكر. طيب ايه بقى النو؟ النو ده اساسي ضمير فاعل
جمع صح؟ انا لسه متفق معاك، كنت بقول لك انا جو، انت تو، وهو إيل وهي قال صح. جمع الانا ايه؟ يعني الجو اللي هو انا، انت عارف ان كل ضمير له جمع، فالانا جمعها طبيعي نحن. طب لو قلت انا وصحابي بالفرنساوي هتبقى صحابي وانا، صحابي دي اسمها مي، ميزامي، وانا هحط العطف و، وطبعا مش هحط الجو، ما ينفعش ميزامي اي جو، لا خالص هتبقى صف وغلط. هقول ميزامي اي موا، صحابي وانا. طب ايه الانا ده؟ ليه ما حطيناش جو حبيبي؟ ما ينفعش نحط جو جوه جملة، ما ينفعش نحط جو، يعني جو دي كيان، انا انا ده بيجي بعدها فيرب. انما لما اقول صحابي وانا ما بحطش بقى جو، بحط الضمير العايد على الجو او التاكيد بتاع الجو اللي هي انا جو، التاكيد بتاعها بيبقى موا، هو بقى التاكيد ده اللي بيدخل جوه الجمله. يبقى ميز امي اي موا، صحابي وانا. طب صحابي وانا مالنا؟ ممكن نعمل ايه؟ هقول لك صحابي وانا اولا ممكن يبقى نحن، وممكن يبقى اه. طب ايه اللي هيعرفني؟ هيعرفني الفيرب، في فيرب لو اخر الفيرب او ان اس طبعا هيبقى نو، لو اخر الفيرب او يبقى طبعا هيبقى اه. ذكر فالنو والآن الاثنين هيبقوا صح، ايه اللي هيفرق؟ هيفرق تصريف الفيرب اللي موجود. طب ندي اكزامبل، تعالى ندي مثال علشان ما يبقاش الكلام مش مطابق للواقع. طب المثال بتاعي بيقول لي ايه؟ زي ما قلنا حالا دلوقتي، صحابي وانا، ميز امي اي موا، داكور. واداني نقط وقال لي جو او تنس، حلو. وهنا عمل لي الاربع اختيارات بتوعي، انتوا حفظتوا خلاص بقى، ادي جو وادي تو وادي نو وادي او. طب انت هتشتغل ازاي لو عندي جملة زي كده؟ مش احنا اتعلمنا ان احنا نقرا ونحلل؟ ميزامي اي موا، ميزامي يعني اصدقائي، موا وانا، حلو كده اول تحليل، اصدقائي وانا، اي حد وانا الطبيعي ان انا بجمع بايه؟ بنحن، ده الرسمي. طيب هنا مطلوب ان انا احط ضمير، عشان احط ضمير محتاجه اشوف الفيرب ده فيرب ايه. تعال نحلل الفيرب ده، فيرب جوي يلعب، حلو. طب جوي ده بريمير جروب، مجموعه اولى، فاكر تصريفات المجموعه الاولى؟ ها الجو كانت بتاخد برافو او وتو او اس ايل وقال او، حلو. طب مع النو يبقى او ان اس، ومع الفو او زد، والايل والالافيك اس او انت، حلو. يبقى انا كده رجعت كمان تصريف الافعال بتاع المجموعه الاولى. يبقى انا الفعل هنا خلاص، انا كده حليت الفعل اخر او ان اس، يبقى هختار ايه وانا مغمض كده؟ او ان اس يبقى نو، يبقى دي الصح. يبقى ميز امي اي موا نو جوون او تنس، انا واصحابي انا وهم كلنا بنلعب تنس. يبقى ما ينفعش جو، وما ينفعش تو، وما ينفعش اون، صح. مين اللي حدد؟ اللي حدد الايه؟ الاو ان اس نهايه الفيرب، داكور. طب تعالى نعمل واحده تانية، نفس الجملة، mes amis et moi، حلو. on mes amis et moi on نقط le sport، ودي الأربع اختيارات بتاعتي.
وهستخدم فيرب امي اللي هو برضو مجموعة اولى، امي يعني احب. يبقى ميزة مي اي موا صحابي وانا، اللي هي احنا، انا بحلل اهو، انا كتلميذ بحل، صحابي وانا، اصدقائي وانا، احنا. وعندي مفروض انا اختار شكل من اشكال الفعل اللي هو مديهولي تحت، احنا بنحب الرياضة. هنا الضمير ايه؟ اللي هي احنا عامية، والاه قلنا بيساوي ايه؟ بيساوي الال. طب الال في المجموعة الاولى هل بتاخد او ان اس؟ لا. هل بتاخد او ان تي؟ لا. هل بتاخد او اس؟ لا. اذا الصح الوحيد ايه؟ اونم. فهمنا نفكر ازاي ونحل ازاي؟ فهمنا الدنيا بسيطة وسهلة مفيهاش حاجة؟ عرفنا الفرق بين النو وبين الان؟ حتى لو لخبطني وطول شوية وقال لي صحابي وانا، اختي وانا، اخويا وانا، ذكر عيني لو هو عايز ضمير يبقى عيني على الفرب، ولو هو عايز الفرب يبقى عيني على الضمير. اول ما الاقي الان يبقى بدور على تصريفات الفعل مع الايل والال مفرد، اول ما الاقي النو ادور على فعل اخره او ان اس. ذكر. وده برضو اول حاجه واهم حاجه راجع لها ايه؟ حفظك للافعال. حفظت الافعال تمام يبقى مفيش اي مشكله، حفظتش الافعال تمام هنا دي هتبقى مشكله. بس عارفه ان كلكم شاطرين وهايلين وهتسمعوا الكلام وهتحفظوا الافعال وهنخلص المحاوله الثانيه على خير، وهتبقوا اشطر من صحابكم العاديين اللي داخلين تانية ثانوي وهم ناسيين فرنسي. تمام. يبقى عرفنا الفرق بين النو وبين الان، خلاص مش هتلخبط تاني. تمام. تعال نشوف بعد كده عندنا ايه. عندي كومبيان دو، عندي كومبيان دو دي في ناس كتيره برضو بتتلخبط فيها. كومبيان ده اللي هو السؤال عن الكميه، كام. دكار. بعدها دو، دو بتساوي من، كم من. طب ايه الفرق بين الدو دي والدي ابوستراف؟ الاثنين حاجه واحده ما عدا ان الدي ابوستراف يبقى اكيد جاي بعدها جمله اولها فايل، يعني في جمله جايه اول حرف من الكلمه اللي جايه بعدها هتبقى فايل. ايه الحروف الفايل؟ افتكر كده كنا بنعملهم على هيئه ايه؟ على هيئه وش. يبقى ا او اي او او واش ويجرك. افتكرت؟ بنعمل ا او اي او والاو واش ويجرك. تمام. دول لازم يجي احتراما للفايل، عشان انا عندي قاعده بتقول لي ان يا با دو دو فايل كي سو سويف، مفيش اتنين متحركين بيجوا ورا بعض. فبيحصل ايه؟ بيحصل ان انا بشيل الاو من هنا واحط مكانها دي ابوستراف. دي بسأل بيها عن الكمية، عن الأعداد. تعالى كده اما نشوف. دي هتبقى حلوة قوي لو جالي موقف بيقول لي صاحبي فرنساوي بيسألني عن عدد الساعات اللي بدرس فيها مات كل أسبوع. خلي بالك ان بره الدراسة المواد بتحسب بالساعات. دكار. يعني انا كتلميذ الجدول بتاعي بيحسب ان انا خدت مثلا 10 ساعات فرنسية، 10 ساعات انجلش، 10 ساعات مات، 10 ساعات سيانس، وهكذا. دكار. طيب هنا بقى انت عارف طبعا ان المواقف بتيجي حضرتك تقرا الجمله وتحللها مظبوط وتفهم مين اللي بيتكلم وبيتكلم لمين، وهل يا ترى سؤال ولا اجابه، صح؟ وبعدين بتنتج الجمله المطلوبه. هنا كومبيان دوغ، هنا كومبيان يعني كام. اور يعني ساعه، اولها اش، والاش معروف ان هي فايل، فعشان كده حطيت الايه؟ حطيت الدي ابوستراف. يبقى هنا كام ساعه، وهنا الدو علاقه، كام ساعه بتدرسها في ماده الرياضيات. تو ده طبعا فيرب افوار، وفيرب افوار من الافعال المهمه جدا اللي لازم تتحفظ، هي واتر وعليه وفير، الاربعه دول مهمين جدا. فيرب افوار يعني يملك، ده بعبر بيه عن ملكيتي لشيء او شخص. اقول انا عندي مات يوم الثلاث، انا عندي اخ، انا عندي بنت اخت، انا عندي جد مثلا جميل، انا عندي عم وزير، وهكذا. ذكر.
يبقى كومبيان دو مات، كام ها عدد الساعات اللي بتدرسهم في مادة الرياضيات. كلمة شاك بقى، شاك يعني كل، ذكر سمان يعني أسبوع. في ناس كتيرة جدا كانت بتسأل على الفرق بين تو وبين شاك، ماشي؟ طيب تعالى كده قبل ما ننسى نقول لك الفرق، واحنا لسه ايه الدنيا لسه سخنة اهي. يلا، ايه الفرق بين شك وايه الفرق بين تو؟ طيب تو نكتبها كده عشان تو بتتغير. ايه شك وايه تو؟ شك يعني كل. الله، طب ما تو يعني كل. شك ثابتة، شك ما بتتغيرش، شك تمشي بعدها مذكر او مؤنث. لو قلت كل يوم، يوم يعني جور. لو قلت كل اسبوع، اسبوع يعني سمان. الناس كلها عارفة ان كلمة يوم مذكر، اما كلمة سمان اسبوع مؤنثة. فهنا كلمة مثلا شك جور جو في دو سبا، كل يوم انا بعمل رياضة، شك سمان جو في دو سبا. وفي ناس تانية بتمارس الرياضة كل اسبوع، دكار؟ يبقى شك جور وشك سمان. شك هنا ثابتة ما اتغيرتش، ايه اللي بيتغير؟ بتغير الكلمة اللي جاية بعدها، مفيش مشاكل، يعني تحتمل تبقى مذكر او مؤنث، انما هي ثابتة. اما التو بقى التانية، التو دي عيلة فيها تي او يو تي، دي للولد، وبعد كده تي او يو تي او توت، دي للبنوتة. ليها جمع تي او يو اس للجمع للمذكر، وتي او يو تي او اس للجمع الايه؟ المؤنث. اذا دي عيلة، تمام؟ يبقى بعدها لازم اخد بالي ان هنا تو لازم احط مفرد مذكر، تو مثلا لو ماتان، هنا توت يبقى توت لا سمان، كل الاسبوع. تو هنا لازم تبقى، خلي بالك التي هنا في المفرد المذكر اتشالت وتحط مكانها اس. حاجة تانية لازم تفهم، ان العيلة بتاعت التو لازم يجي بعدها تعريف، يبقى تو مثلا لو جودي، كل يوم الخميس انا بقضيه في النادي، توت لا سمان، يبقى هنا في تو زائد لو، وتوت بتبقى زائد لا، تو هيبقى زائد او توس هتبقى لي، وهنا كمان هتبقى لي. يبقى انا كده فهمت او بدأت استوعب حاجة جديدة، عرفت ان كلمة شك كل بيجي بعدها مفرد مذكر او مفرد مؤنث، سيان مفيش مشاكل، هي ما بتتغيرش. طب تو عيلة طلعت عيلة كاملة، ليها مفرد مذكر وليها مفرد مؤنث وجمع مذكر وجمع مؤنث. طب ده أول فرق. الفرق التاني إن شك بتيجي بعدها الكلمة على طول، شك جو شك سمان، أما تو لازم يجي بعدها كلمة متعرف، تو لو فاندردي، كل يوم الجمعة بنبقى عندنا النا، توت لا فامي، كل العيلة تكون رياضية، تو لي جور جو مو لافتو، كل الأيام أنا بصحى بدري، توت ميزامي سامبل، كل صحباتي جميلات. داكور، فهمنا؟ عرفنا الفرق بين شك وتو. يا رب يعني، يا رب نكون بنحاول يعني نخلص سنه سنه على كل حاجه بتضايقكم وكل حاجه قلقاكم، ونذلل لكم كل العقبات، وما بيبقاش في اي حاجه صعبه خالص. ده كده الفرق بين شك وتو. نرجع تاني علشان نتكلم على كومبيان دو، كومبيان دو ابوستراف. قلنا كومبيان دو هنا بقت دي ابوستراف عشان الساعة، يبقى كام من الساعات بتوع المات تشو شاك سمان، عندك كل اسبوع كام ساعة مات. طيب ممكن نقول ايه تاني؟ كومبيان ممكن ابدا بيها الجملة، وممكن تيجي بعد كلمة اليا، عشان قلت لك حالا دلوقتي اليا يعني مصطلح بمعنى يوجد، فانا هنا بقول اليا كومبيان، وهنا بعد كومبيان بحط دو، وبحط كمان ك
كلمة آخرها أس. نراعي قوي 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 الموضوع ده عشان انتوا بتنسوا. بعد كومبيان دو او دي ابوستروف كلمة آخرها أس، لازم، لأنهما كناية عن الجمع. il y a combien de stylos dans ta trousse؟ يوجد كام من الأقلام الجاف في المقلمة بتاعتك. هنا المقلمة بتاعتك اسمها تاتروس، مقلمتك انت. هنتكلم كمان شوية على الأدجكتيف بوسيسيف والبرانون تونيك. داكور، عرفنا الفرق بين كومبيان دو وكومبيان دي أباستروف؟ الاتنين مشتركين ان بعدهم كلمة جمع، صح؟ بس الدو بيجي بعدها كلمة عادية، والدي أباستروف بيجي بعدها كلمة أولها فايل. ممكن كومبيان أبدأ بيها الجملة عادي، وممكن تجي لي بعد كلمة إليا. داكور؟ في بروبلم؟ يا رب ما يكون في بروبلم. سؤال أزلي وناس كتيرة جدا بتتلخبط لسه فيه. يا مدام النفي، امتى الجملة بحط نبقى بس وامتى بحط دو؟ طيب خلي بالك، النفي الطبيعي جدا قلنا أدوات النفي عندي بتبقى نو وبا. ليه؟ لأن الجملة سوجي وفيرب وكمبليمون، فاعل وفاعل ومفعول. ما أقدرش أقول مثلا أحمد ساندوتش من غير ما أقول اشترى، أكل، نسي، وقع. لازم يكون في فيرب، داكور؟ ما أقدرش أقول نهلة مثلا فستان من غير ما أقول اختارت، اشترت، رمت، قطعت، أي حاجة. لازم يكون في فيرب. الفرب اساس الجمله، الفعل اساس الجمله. فلما اجي انفي الجمله بنفيها من اساسها. فبعمل ايه؟ بعمل كماشه على الفرب. ليه؟ لان عندي اتنين ادوات نفي بالفرنسي، عندي النو وعندي البا. فانا بحدد اقرا الاول الجمله كويس واحط خط تحت الفعل، واجي عند الفعل ده اعمل عليه كماشه، احط النو قبليه، احط با بعديه، يبقى انا كده ايه؟ قفلت عليه. داكور؟ وطبعا اراعي ان النو دي ممكن تبقى ان ابوستروف لو الفيرب اوله حرف متحرك. حلو الكلام لحد كده؟ في مشكله؟ ان شاء الله ما يكونش في مشاكل. طيب امتى بقى اعمل التحويل بتاع ادوات النكره والتجزئه الى الدو؟ قال لي لو الفعل مش اتر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل الافعال ما عدا اتر بحول معاها الان والان والدي الى دو او دي ابوستروف الا مع اتر. لو كان مثلا ils sont des jumeaux، هما الولدين دول توأم. نو ils ne sont pas des jumeaux، لا هما بس شكلا قريبين من بعض كاخوات، فرق بينهم سنه بس هما مش توأم. داكور؟ اما tu as des devoirs، انت عندك واجبات. نو je n'ai pas de devoirs، ما عنديش واجبات خالص. فهمنا؟ يعني انا لو لقيت قبل المفعول ا او ان او دي هقوم شايله وحاطه دو مع كل الافعال ما عدا مع ايه؟ مع اتر. يعني مع اتر الان تفضل ا، ان تفضل ان، دي تفضل دي. في بروبلم؟ ان شاء الله ما يكونش في بروبلم. واكيد كمان شويه هنلاقي جمل كتير نحلها مع بعض نلاقي فيها النفي. يلا شويه تمارين بقى. شوزي، طبعا شوزي يعني اختار. حضرتك محتاج تقرا الجمله كويس قوي وبعدين تقرا الاربع اختيارات وتحلل. نبدا يلا. جو يعني انا، واكري يعني بكتب، افك يعني بكتب بي او بواسطه، نقط مان جاش، ما يعني يد، وجاش اللي هو الشمال. طبعا ده ناس كتيرة جدا بيقول ان اللي بيكتب بايده الشمال بيبقى عبقري، صح؟ طيب هنقول بقى، انت خدت مفروض اجزاء الجسم، عارف ان كلمة يد دي يا ترى؟ ها؟ طب ما تعرفش، تعالى نلعب لعبة ذكية شوية. مش دي ادوات التعريف بتاعتي؟ انت عارف ان اللو المفرد المذكر، واللا مفرد مؤنث، واللي اكيد كلمة جمع يعني اخرها اس او اكس، والال ابوستروف مفرد بس اولها ايه؟ حرف متحرك، صح؟ طيب هنا مان كف الايد، يا ترى جمع في اخرها اس؟ لا يبقى دي مش عايزاه. طب هل اولها متحرك؟ لا يبقى دي كمان مش عايزاه. تظل ايه بقى؟ تظل ان انت تكون حافظ كلمه يد مذكر ولا مؤنث، وانا بقول لحضرتك انها مؤنث اسمها اللمع. تمام؟ وخد كمان بقى
كلمة زيادة، اللي بيكتب باليمين بيبقى droitier أو droitier، واللي بيكتب بالشمال بيبقى gaucher أو gauchère. تمام؟ يعني ممكن دي تجي لي بصورة تانية: ما سور اكري افيك لا مين gauche، elle، يعني اختي بتكتب بالايد الشمال. هي تكون ايه؟ جوش ولا جوشي ولا جوشير ولا جوشي مثلا بالاس، يبقى جوشير. تمام. ودروات نفس الموضوع، اخويا بيكتب بالايد اليمين زي معظم الناس، فهو دواتي. تمام. طيب هنا بقى لي جارسون. لي جارسون دي يعني الاولاد. الاولاد دي لو حضرتك شلتها هتحط انهي ضمير؟ يعني لو شلت الولاد دول هشتغل على انهي ضمير؟ هشتغل على هم، يبقى إيه لافيك اس. اوفوت الولاد دي، وفي حرف جر مهم اللي هو بي، وطبعا الفوتبول اللي هي كرة القدم اللي هي اللعبة الشعبية في كل العالم. عندي اربع افعال متصلين بالرياضة. عندي ام يعني يحب او بيحبوا عشان جمع، وفون يعني بيعملوا رياضة أو يقوموا برياضة، وبراتيك يعني يمارسوا الكورة دي، وجو يعني يلعبوا، وخليها فون يعني برضو يلعبوا بس يعني يقوموا بيه. أحلى. أنا بقى أعرف إزاي؟ هنا المفروض إن أنا من خبرتي عرفت إن لما أشيل كلمة جمع أحط إيه لافيك أس، الإلافك أس مع الأفعال بتاعت المجموعة الأولى بتخلص بالأو أن تي، ومع الأفعال الشاذة بتخلص بالأو أن تي. حلو. طب هنا بقى في مطب، لأن كلهم بيخلصوا يا إما أو أن تي يا إما أو أن تي، يبقى كلهم يمشوا. بس هل كلهم يمشوا؟ لا طبعا. في تكة بسيطة جدا اللي عارفها هو اللي هيحل صح. في هنا حرف جر لازم يجي بعد كلمة يلعب. يلعب بيه الكورة. تمام. طب انا حلتها بس محتاجين كده احنا خلصنا؟ لا، ناقص ان احنا نقول لك ان يمارس يجي بعدها الف ولام، يعني لو ولا ولا فصرف ولي. يعني اذا لو كان هو عايز يقول لي ان الولاد دول بيمارسوا الكورة، يبقى هنا كان هيشيل الاو ويحط اللو، يبقى براتيك لو فوت. ماشي. لو كان يحب برضو كانت هتبقى ام لفوت، يبقى يحب، يفضل، يمارس، كان بيبقى بعديها تعريف. اما فيرب فر هيجي بعديها حروف جر زي دو ودولا. يقوم بشويه رياضه، يقوم بممارسه السباحه اسمها فير دولا ناتاسيون، يقوم بممارسه التنس يبقى في دو تنس. تمام. يبقى فيرب فر لازم يجي بعديه حروف جر. يمارس ويحب بيجي بعدها تعريف، احب ال، افضل ال، امارس ال. ذكر. اما يلعب لازم يلعب بيه. فهمنا بقى التكه؟ فهو اداني اربع افعال متصرفين مظبوط، ولكن ناقص الحرف الجر التمام. اوكي. طيب انا كتلميذ اعمل ايه؟ انا كتلميذ المفروض الجرامير، الحاجات، النقط اللي انا بتلخبط فيها اراجع عليها تاني، والافعال امسك الافعال احفظها حلو جدا، وبالذات الافعال الشاذه زي افوار واتر والي وفير. تمام. بالنسبه للرياضه عندي زي ما قلت حالا كده لازم احفظ ان فير يجي بعدها دول ولعب مذكره، دولا ولعبه مؤنثه، دو الابوستروف ولعبه او لها متحرك. دكار. اما يلعب برضو بيجي بعدها حرف جر اللي هي جوي، وقول المذكر جوي، الا للمؤنث جوي، و الا فاسترف للاول ومتحرك. يحب، يفضل، يمارس يجي بعدها تعريف، لو للمذكر، لا للمؤنث، و الا فاسترف للجمع. طيب هنا اجزاء الجسم محتاج احفظ اجزاء الجسم، ايه المذكر وايه المؤنث. تمام. طيب بالنسبه مثلا للادجكتيف بوسيسيف، الصفات بتاعت البوسيسيف الملكية، قلنا مثلا الجو بتاخد ما وما ومي، وانت تون تا تي، إل وال سان سا سي. ماشي. عايز اقول اخويا بيبقى ما، يبقى اخوك انت تون، اخوه هو سان.
أختي ما، أختك أنت تا، أخته هو سا. صحابي يبقى مي، صحابك أنت تي، صحابه هو أو صحابها هي سي. دول أهم حاجات. التونيك، الفرق بين البوسيسيف والتونيك. التونيك بيعود على البوسيسيف، يبقى جو بيبقى موا اللي عايد عليا أنا، أنت مثلا تبقى توا أنت نفسك، أما الإيل بتبقى لوي. تمام، دي حاجات مهمة جدا. الآل ثابتة، داكور. ده الفرق بين الأدجكتيف بوسيسيف التونيك. مطلوب منك تقرا كويس، مطلوب منك تركز، مطلوب منك تقرا الجمل وتحللها. تخلي بالك قوي سيتواسيون بالذات، لازم امسك من اول الجمله لحد الاخر. ماشي، يعني مثلا تون امي تو دوموند، صاحبك بيسالك عن حاجه، امشي لحد اخر الجمله عشان تفهم كاسكيل دي او كاسكو تو دي. ماشي، المواضيع خليك يعني اكتب جمل بسيطه. انت عارف ان انت طبعا الموضوع هيجي لك موضوع واحد بس ويديك ثلاثة اليمان، نحاول ان احنا نشغل الاليمان العناصر بتوع الموضوع جوه الشغل. اوعى تنسى عنصر، لان العنصر اللي هتنساه المفروض هتنزل عليه نص درجة. تمام، وفي درجة كمان للارتوغراف، الاخطاء الاملائية. فلو سمحتم احنا عايزين نلم درجات ومش عايزين نخسر ولا ربع درجة. تمام، مش هنخسر درجات امتى؟ لما تكتب بتركيز وتفهم انت بتكتب ايه، وتحاول معلش يعني ما تتفزلكش، خليك بسيط. جملة فاعل، فعل مفعول، وبوان سوجي فيرب كومبليمون، وخلاص. تمام، بلاش تكتب كتير في غير موضعه، علشان لما تكتب كتير هتغلط كتير فهتنقص كتير. تمام، طيب نقرا كويس قوي ونركز تمام في القطعة، ونركز في الأسئلة بتاعتها، ونراجع الكلمات بتاعت اليونيتي، الكاتر يونيتي بتاعتي، نراجعهم كلهم، وان شاء الله الدنيا هتبقى بسيطه وسهله، ما فيش اي مشاكل خالص. داكار، يعني لو في اي حاجه ان شاء الله لينا صفحه على الفيسبوك اسمها اصدقاء برنامج سر التفوق اللغه الفرنسيه، هننزل لكم عليها شويه اسئله محلوله ومواضيع ممكن تجيلك في الامتحان. تابعونا، ولو في اي استفسار عندك او عندك ابعتولي، وان شاء الله نرد عليكم. مع تمنياتي لكل ولادي بدوام التفوق والنجاح ان شاء الله، وطمنوني عليكم وما تقلقوش، فرنسي بسيط بسيط بسيط، وان شاء الله يتقفل المرة دي. ميرسي، اوروفور.